والله ما جهزت ولا أعطت دعوة واحدة، وهذه ليلة الختم، والله أنا أقسم يمين ما أعددت دعوة واحدة. الدعاء مهوش بالحفظ، وممكن دعوة واحدة تصدر من القلب. وأنا حكيت لكم قصة واحد زمان قال لي: يا أخي علمني دعاء أنزل أطوف في الصحن في الكعبة وأقوله. قعدت أحفظه ويسمع ما يعرفش يسمع. قلت له: بقول لك ايه؟ قال لي، قلت له: تعرف تقول يا رب ماليش غيرك؟ قال: لا اعرف. قلت له: شوف مراتك عايزه ايه وقول يا رب حقق لمراتي كذا، وشوف عيالك عايزين ايه وقول يا رب حقق لعيالي كذا. ونزل والله، وانا خدته معايا وطفنا بالكعبه، وقعد يقول له: يا رب ماليش غيرك. بس والله من حلاوه الدعوه اللي طالعه من لسانه، انا والله سبت كل الادعيه اللي انا حافظها، ومسكت حطيت ايدي على كتفه وقلت: يا رب ماليش غيرك، يا رب ماليش غيرك، يا رب. دعوه كامله سمعت اصوات اقول له: يا رب ماليش غيرك، لانها طالعه فعلا من قلبه وهو يبكي، وابكاني بكاء شديدا. ان العبره ليست بالحفظ، حفظ الادعيه فقط، إنما العبرة بالقلب الذي يدعو. نسأل الله أن يفتح علينا، يفتح علينا بالدعاء. أصل عمر رضي الله عنه قال: أنا لا أحمل هم الدعاء، لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. فإذا رزقت، عمر رضي الله عنه يقول: إذا رزقت الدعاء رزقت الإجابة. أنت ما تحمل هم الإجابة، لكن ادعي ربنا يرزقك ويفتح عليك أنك تدعو، لأن دي عطية، دي هبة ومنحة من الله.